ولا من الممكن ان نرى ترند ايجابي، بمعنى الحلقه اللي حضراتكم بتعملوها؟ يعني انا حاولت الحقيقه النهارده مثلا ان اجيب كابتن حسن مستكاوي يقول رايه بمنتهى الصراحه. يعني انا سمعت راي كابتن حسن قبل كده وعارفه، كابتن حسن مستكاوي، ان هو قال ان انا لو انا منكم اقفل قناه الاهلي وقناه الزمالك. على انا حتى كلمته قلت له كابتن حسن، يعني طب قناه الاهلي انا اذا كان هناك من يسيء عن على اشخاص معينه، انا كنت ساعتها بتكلم على شخص او اشخاص معينه يعني، فليه نتكلم كده؟ فايه اللي سبب في ان احنا نصعد او الوتيره تصعد لهذه الدرجه يا اشرف؟ طبعا بالاضافه للي قاله كابتن شريف واللي قلته اسلام، طبعا فكره الترند دلوقتي، الترند ايجابي او سلبي، يعني دلوقتي الناس بتدور بس انه يبقى ترند وخلاص، مش فارق ايجابي سلبي، بينقله للناس ازاي، الجمهور بيستقبله ازاي، دي مش فارقه تماما دلوقتي. لكن انا شايف ان نقطتين اساسيين بيفرقوا جدا جدا في الاعلام الرياضي دلوقتي، هي غياب المعايير. مفيش معايير دلوقتي للمقدم البرنامج او البرامج او حتى البرنامج نفسه. دي مشكله كبيره جدا، لازم يكون هناك في معايير معينه علشان الراجل ده يبقى موجود بينقل الصوره للناس وبيعرض الاخبار للناس، وبيعرضها ازاي وباي شكل. كمان النقطه المهمه جدا هي المحتوى. المحتوى نفسه النهارده سيء جدا جدا في بعض البرامج، انا بتكلم على بعض البرامج وبعض القنوات، لان مش الكل، ما ينفعش تعمم طبعا، لان هناك في برامج بتقدم محتوى محترم، مذيعين، والصوره اختلفت عن قبل كده. يعني دلوقتي في وجوه مش هقول عليها شابه ولكن تاخر صعودها او وجودها، لكن في وجوه دلوقتي موجوده او اشخاص موجودين دلوقتي بيقدموا محتوى محترم، ونقدر نقول ان القاعده اتسعت شويه، ما كانتش موجوده بشكل كبير، يعني كان في 2 أو 3 بالكثير جدا، النهارده موجود 7 أو 8 مذيعين يعني من غير اسماء لكن بيقدموا محتوى محترم. استقبال الناس للامور دي اسلام محتاجه انك يبقى عندك معايير لده ورقابة طبعا على ده، مش بس الرقابة ان برنامج او رقابة مقدم إيه؟ برنامج أنا آسف. رقابة هقول، انا اسف ان انا بقطعك، اصل الرقابة فضل. رقابة ايه؟ ده احنا كان في وقت من الاوقات فضل. كان ممكن واحد يطلع يقولك ايه اشرف ممدوح ده كذا وكذا وكذا، مش كان بيحصل؟ صحيح. مش كان بيحصل طبعا، كنا نطلع احنا هنا نتكلم بالمواربة، لان انت بتتكلم برضو، يعني انا اسف هنا انا بتكلم وانا تحت طبعا. نعم، تراعي الجمهور وبتراعي تحت شعار اسمه واسم النادي الاهلي طبعا. فبالتالي انا عندي سياسه بتكلم بسياسه سياسه قناه يعني صحيح. او سياسه نادي بنمشي عليها. فبالتالي فانت كان كل يوم وبنطلع نقعد نهاتي ونقول يا جماعه ما يصحش اللي بيحصل وكذا وكذا، ولكن عموما ماشي. لكن الكلام اللي انت بتتكلم فيه ده نتمنى ان يبدا، انت بتنادي بيه وكلنا بنادي بيه من سنوات طويله جدا. أيوة. ان يكون في رقابه على المحتوى اللي بيتقدم، ورقابه كمان على الناس اللي بتطلع امام الميكروفون ده، اللي بتقدم صحيح. المحتوى ده للناس، لازم يكون في رقابه بشكل كبير جدا، مش بس على ايقاف برنامج او ايقاف مقدم برنامج. هي دي الفكره. مش ده العقاب، او مش ده الموضوع، مش يعني ده الموضوع. الموضوع ان يبقى في رقابه على المحتوى اللي بيتقدم للناس، ويبقى في رقابه كمان على مستوى المذيع او مقدم البرنامج اللي بيقدم المحتوى ده صحيح. للناس، لانه مفترض ان يكون عنده سمات كبيره جدا اسلام، 7 أو 8 صفات لازم يكونوا في مقدم البرنامج ده صحيح. على الاقل الامانه والصدق والمسؤوليه والتجرد والموضوعيه، حاجات كتيره جدا، ويبعد جدا عن الترند. دي كانت وجهه نظري يعني، ان طبعا يعني امور كتيره جدا الحقيقه لازم تراعى.